وفي أسواق المعادن النفيسة تراجعت أسعار الذهب في اتجاه لثالث خسارة أسبوعية على التوالي، وذلك مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة. وشهد المعدن الأصفر تراجعا بنسبة 2% لتسجل أوقية الذهب 1873 دولارا و75 سنتا. أما على الصعيد المحلي فسجل جرام معيار 18 نحو 1015 جنيها، في حين لمس عيار 21 سعر وصل اليوم إلى 1215 جنيها، وسجل عيار 24 سعر وصل إلى 1386 جنيها، وأخيرا سجل الجنيه الذهب سعر وصل إلى 9720 جنيها.